إليك يا رب. طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. Heri mwanamke aliyekuzaa na kukunyonyesha. Wanaheri wale walisikia neno la Mungu na kulishika. Fundisha kusali kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Msalipo semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe siku kwa siku riziki yetu, utusamee dhambi zetu kwa kuwa sisi nasi tunawasamee wote waliotukosea, usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Zamani manabii waliandika katika maandiko kwamba Mungu angemtuma Masihi kuokoa wenye dhambi na kuwapatanisha naye. Maisha ya Yesu yanaonyesha wazi kwamba hakika huyu ndiye mwokozi ambaye Mungu aliahidi kumtuma ulimwenguni. Nabii Isaya aliandika, bikira atachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume. Na hivyo ikatokea. Mungu kwa uweza wake alisababisha Maria angali bado bikira kupata mimba na kuzaa mtoto Yesu. Imeandikwa katika maandiko, muujiza wa kuzaliwa kwake ulikuwa ni ishara ya Mungu kwamba mtoto huyu alikuwa ni Masihi ambaye Mungu alimuita mwanaye. Watu walipomwona Yesu waliona asili na uweza wa Mungu. Aliponya watu na kuwasamehe dhambi zao na kuwaahidi mahali katika ufalme wake. Yesu alitoa maisha yake na kupata mateso kwa ajili ya watu wote. Kisha alifufuka, akionyesha kwamba uwezo wake ni mkubwa kuliko uwezo wa mauti. Yesu Masihi alisema, nina uwezo wa kuutoa uhai wangu na uwezo wa kuutoa tena. Maisha ya Yesu yalikuwa kama manabii walivyoandika kwamba Masihi angekuwa. Kweli Yesu ni neno la Mungu. Katika Yesu Mungu anajionyesha mwenyewe kwa watu wa ulimwengu huu. Yesu Masihi alisema, mbingu na dunia vitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Hapo mwanzo Mungu aliumba mwanaume na mwanamke ili kwamba wangeishi na furaha kwake. Lakini hawakumwamini Mungu na kutii amri zake.
kitendo hiki cha aibu kiliwatenganisha wao na Mungu. Katika maandiko imeandikwa, wote wamefanya dhambi na mshahara wa dhambi ni mauti. Watu waliofanya dhambi hawawezi kuishi katika uhusiano pamoja na Mungu. Kama Mungu alivyomtoa kondoo kufa badala mtoto wa Abraham, hivyo Mungu alimtuma Yesu ili afe badala ya uzao wa Adam. Alifanya hivi ili wale wote ambao wanamwamini na kuweka imani yao katika Bwana Yesu waweze kwenda katika uwepo wake. Petro alisema, Yesu ni yule ambaye manabii walitabiri wakisema kwamba Mungu atasamehe dhambi za kila mtu atakayemwamini. Kwa hiyo wale wamfuatao Yesu wataepuka hukumu na wataishi na Mungu milele. Wakati Yesu amefufuka kutoka wafu, alisema kwa wamfuatao, watu watatangaza katika jina langu kwa mataifa yote kwamba Mungu anasamehe dhambi kwa wale wanaomgeukia na kutubu. Yesu alisema pia angetuma Roho Mtakatifu kwa wanafunzi wake ili kuwaonyesha kweli na kuwapa uwezo wa kufuata njia ya Mungu. Wakati mwanamke mwenye dhambi alipotubu dhambi zake na kuanza kumfuata, Yesu alisema kwake, umesamehewa dhambi zako, umeokolewa kwa sababu umeniamini. Yesu alisema watu wanapompenda Mungu kweli ni ushahidi kwamba Mungu amewasamehe dhambi zao. Yesu Masihi aliwaita watu wamfuate. Wakati mhalifu pale msalabani alimwamini Yesu na kuomba kuokolewa, Yesu alisema, leo hii utakuwa nami peponi. Wale ambao wanaamua kumfuata Yesu wanaweza kuanza uhusiano wao naye kwa kutumia sala kama hii. Mungu Baba, wewe ni mwenye haki. Nakushukuru kwamba unanipenda. Najuta kwamba nimetenda dhambi na kutotii amri zako. Nashukuru kwamba ulimtuma Yesu kufa msalabani kwa niaba yangu na kwamba akafufuka toka kwa wafu. Nakushukuru kwamba aliumia kwa adhabu ya dhambi nilizozifanya. Ninakupokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wangu. Nakushukuru kwamba umenisamehe dhambi zangu na umefungua njia kwa ajili yangu kuwa nawe daima. Na kuomba unipe Roho Mtakatifu wako awe nami na kunionyesha njia yako. Anipe uwezo ili nikupende wewe kwa moyo wangu wote na kuishi maisha na kukupendeza. Na watu waweze kukusifu wewe popote ulimwenguni. Amen. Yesu alisema kuhusu wamfuatao, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Wamfuatao Yesu kutana pamoja, wanazungumza naye kila siku, wanajifunza neno lake katika maandiko, wanatafuta kufuata mfano wake, na wanaambia wengine kuhusu yeye. Yesu huwasaidia wao na kuwatia nguvu kupitia uwezo wa Roho wa Mungu ambaye anaishi ndani ya mioyo yao. Wanaweka mioyoni mwao yale Yesu aliyosema wakati akipanda juu kwenye kiti chake cha enzi mbinguni. Mungu amenipa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kuwa na hakika na hili. Nami nipo pamoja nanyi daima hata mwisho wa ulimwengu.